أبنائي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد مع درس جديد أبنائي الطلاب، ودرسنا اليوم بإذن الله تعالى هو الدرس الأول في الاحتمال المشروط. يبقى عنوان درسنا اليوم يا شباب هو الاحتمال المشروط واحد، وخلي بالك من اسم العنوان ذاته الاحتمال، احتمال ايه؟ احتمال مشروط. تعالوا نشوف كده مع بعض رسائلنا اليوم يا شباب. ثلاث رسائل معانا اليوم يا شباب. الرسالة الأولى هنفهم مع بعض يعني ايه احتمال مشروط. هنوجد احتمال وقوع حدث شرط وقوع حدث آخر. يبقى هنوجد مع بعض احتمال وقوع حدث ما شرط وقوع حدث آخر. الرسالة الثالثة بإذن الله تعالى هنوجد العلاقة بين الاحتمال المشروط والحوادث المستقلة في تجارب من واقع الحياة. طب تعالوا مع بعض نشوف بداية درسين اليوم يا شباب. يعني ايه احتمال مشروط يا شباب؟ فهم الاحتمال المشروط. تعالوا نشوف كده مع بعض. بيقول ان احتمال وقوع حدث ب شرط وقوع حدث اخر يسبقه ايه؟ يسمى الاحتمال المشروط. يعني ان يقع حدث ب بشرط ان يسبقه حدث اخر اسمه ايه؟ هذا يسمى احتمال مشروط، ويرمز له بالرمز ده يا شباب، ب يعني احتمال وقوع الحدث ب، الشرطة المالية دي يا شباب معناها بشرط وقوع الحدث ايه؟ يعني دي تقرأ كيف يا شباب؟ تقرأ احتمال وقوع الحدث ب شرط وقوع الحدث مين؟ الحدث ايه؟ خلي بالك من الرموز دي، لازم تحفظها كويس، لان ممكن في الامتحان طبعا يتعامل معاك بالرموز، يقول لك اوجد ب ويفتح لك قوس كده يقول لك ب بشرط ايه، يبقى تقرا هكذا احتمال ب بشرط ايه. طب هي دي بجيبها ازاي يا استاذ؟ خلي بالك دي لها قانون عندي يا شباب. بالنسبه لاي حدثين ايه هو ب، ب ايه بشرط ب عباره عن ايه؟ عباره عن احتمال ايه هو ب على احتمال البي، على احتمال مين يا استاذ؟ اللي تحت الشرط يا شباب، على احتمال بي، حيث ان احتمال البي لا يساوي صفر، وده طبعا لازم يكون موجود، احتمال البي لازم لا يساوي ايه؟ صفر، لان القسم على صفر طبعا ليس لها ايه؟ ليس لها معنى. يعني القانون ده يا استاذ احفظه؟ طبعا احفظه، اللي هو بيقول ايه؟ بيقول احتمال ايه بشرط بي عبارة عن احتمال الايه والبي على احتمال البي. خدت احتمال البي فين؟ اللي هي تحت الشرط ده يا شباب. طب تعالوا عكس لي بقى، لو قال لي كده بالنسبة لحدثين ايه هو بي، طب لو عايز احتمال بي بشرط ايه، يبقى برضو عبارة عن احتمال البي والايه على بي مين في الحالة دي يا شباب؟ على بي ايه اللي هي تحت الشرط يا شباب، تحت الشرطة اللي بس بقى الاحتمال الايه المشروط ده، يبقى على بي ايه. كمان مرة شباب، يبقى إذا كان مطلوب احتمال ايه هو بي، احتمال ايه بشرط بي، يبقى عبارة عن احتمال ايه هو بي على بي بي اللي هي تحت الشرطة. طب لو عكس، لو قال لك احتمال بي بشرط ايه، يبقى عبارة عن ايضا بي بي وايه على بي ايه، على الاحتمال اللي تحت الشرطة يا شباب. وما فيش فرق طبعا بين احتمال ايه هو بي واحتمال بي وايه، البسط ده هو نفس البسط ده، ما يفرقش معانا كوني اكتب احتمال ايه هو بي او اكتب احتمال بي وايه، نفس الشيء، بس اللي بتغير اللي تحت يا شباب على حسب صيغة الاحتمال اللي هو حاططها لك في السؤال. تمام؟ طيب تعالوا مع بعض ناخد قاعدة مش هتلاقيها عندك موجودة يا شباب. بالنسبة لأي حدثين A و B، الاحتمال المشروط عبارة عن عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. افتح دفترك الخاص بيك وسجل الثلاثة دول عندك، سجلهم عندك، لأن دول اللي أنا هتعامل معاهم في الدرس بتاعنا اليوم. يعني لو أنت ما أنتش فاهم دولت أو ما حفظتش دول مش هتعرف تشتغل معايا. يعني الاحتمال المشروط يا أستاذ أعرفه كده بعدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. أيوه، طب إزاي؟ تعالوا بينا نطبق الكلام ده في بعض الايه، في بعض التمارين. تعالوا مع بعض نشوف التمرين الاول، وانا اظهرت لك القاعده الاولى ديت اللي هي الاحتمال المشروط قبل ما يطلع المثال، عباره عن عناصر، عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الايه، على عدد عناصر الشرط. تعالوا مع بعض نشوف مثال واحد صفحه 69. بيقول شكل طلاب احدى المدارس لجنة للأنشطة اللاصفية في المدرسة، تمام، باختيار أعضائها عشوائيا من بين الطلاب المنتسبين إلى الأندية الفاعلة في المدرسة وفق التوزيع المبين في الجدول التكراري المجاور. أدي الجدول بتاعنا، تمام. الجدول ده في ايه؟ في طلاب المدارس صف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، وجاب لك كمان مجموعهم هو شباب. طلاب العاشر اللي في المسرح ثلاثة، واللي في العلوم
9، واللي في الفنون 24، مجموع دول كده يا شباب كام من الصف العاشر؟ 36. والحادي عشر نفس الشيء، اللي هو عبارة عن ايه؟ اعضاء الصف الحادي عشر اللي موجودين في المسرح 6، اللي موجودين في العلوم 18، في الفنون 16، مجموع الطلاب الحادي عشر 40، صح كده؟ في الثاني عشر، في المسرح 8، في العلوم 13، في الفنون 18، مجموعهم 39. طيب المجموع الكلي بقى للطلاب هنا كام؟ 100 وكام؟ و15. شوف السؤال بقى بيقول ايه؟ أوجد احتمال، ماشي يا عم، أن الطالب الذي اختير عشوائيا، ها، من الطلاب المنتسبين إلى نادي الفنون، ها، وهو أحد طلاب الصف الحادي عشر. واضح أن هذه المسألة يا شباب من خلال قراءتك البسيطة المسألة أنها مسألة احتمال مشروط، أن الطالب ده يكون من طلاب الصف الحادي عشر بشرط أن يكون إيه؟ منتسبا إلى نادي الفنون، صح ولا؟ يبقى المسألة دي من خلال قراءة المسألة عرفت أن المسألة دي مسألة إيه؟ احتمال مشروط. يبقى أنا أستاذ بيقول لك اوجد احتمال، طب يا استاذ اي احتمال؟ اي نوع من انواع الاحتمالات هذه؟ هذا احتمال مشروط. ايش عرفك يا استاذ ان احتمال مشروط؟ لان اشترط عليك، قال لك الذي اختير عشوائيا من الطلاب المنتسبين الى نادي الفنون هو احد طلاب الصف الحادي عشر، يعني يكون من طلاب الصف الحادي عشر بشرط ان يكون منتسبا الى نادي الفنون، صح كده؟ تعال نشوف كده مع بعض اهو، هنستعمل الجدول الاعلى لايجاد احتمال ان يكون العضو الذي اختير منين؟ من طلاب الصف الحادي عشر، علما الشرط هو انه منتسب الى نادي الفنون. هنكتبها ازاي؟ نكتبها بالصوره دي يا شباب، ب يعني احتمال ان الطالب يكون من الحادي عشر بشرط ان يكون منتسبا الى نادي الفنون، عباره عن ايه؟ عباره عن عدد طلاب الصف الحادي عشر اللي موجودين فين؟ اللي موجودين في نادي الفنون، صح كده اهو، الحادي عشر اللي موجودين في نادي الفنون، صح ولا؟ هتلاقوهم 16، تمام؟ ادي الحادي عشر واجي عند الفنون الاقيهم 16، على العدد الكلي للطلاب في نادي الفنون، العدد الكلي للطلاب في نادي الفنون كام؟ ادي مجموع الطلاب في نادي الفنون 58، صح ولا؟ يبقى انا بقسم يا استاذ 16 على 58 واطلع النتيجه بالاله الحاسبه. طب يا استاذ سامي القانون انت كاتبه فوق ده ايه؟ الاحتمال المشروط، معلش هنبدل ده مكان ده، عدد عناصر التقاطع، احنا عايزين تقاطع مين مع مين؟ هتقاطع الحادي عشر مع نادي الفنون، امسك قلمك كده، امسك قلمك خد خط معاك كده، ادي الحادي عشر، امشي بالقلم، وادي الفنون، هتلاقيهم يتقاطعوا في كام؟ في 16، يبقى عدد عناصر التقاطع 16، على عدد عناصر الشرط، ايه عدد عناصر الشرط؟ اللي هو عدد الكل لطلاب الفنون اللي هم كام يا شباب؟ 58، يطلع معانا 8 على 29، وهذه هي الطريقة الأولى لحل هذا المثال. طب وفي طريقة تانية؟ في طريقة تانية اللي هي دي يا شباب، تعالوا مع بعض، هنستعمل صيغة الاحتمال المشروط اللي احنا حفظناها في الشريحة اللي قبل كده يا شباب، اللي هو بي بي بشرط ايه؟ عبارة عن بي بي وايه؟ على بي ايه؟ طب دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن احتمال الحادي عشر أن يكون طالب من طلاب الصف الحادي عشر والمنتسبين إلى نادي الفنون. لو رجحت القاعدة عبارة عن احتمال، ها، واخد دول مع بعض وأداة الربط بينهم، و يبقى احتمال أن يكون من الحادي عشر والفنون على احتمال مين؟ على احتمال اللي تحت الشرطة، على احتمال الفنون. طب أذكرك بحاجة، كنت بجيب احتمال الحادي عشر والفنون عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطلاب اللي هم في الصف الحادي عشر والمشتركين في نادي الفنون اللي هو 16، على المجموع الكل اللي هو 115 يا شباب، صح ولا لا؟ يبقى انت هتجيب البسط لحاله وهجيب المقام لحاله، اجيب احتمال ان الحادي عشر والفنون عبارة عن ايه؟ عبارة عن عدد الطلاب اللي هم في الصف الحادي عشر والمشتركون في نادي الفنون على العدد الكلي للطلاب اللي هو 115، يبقى يطلع عباره عن 16 على 115، دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت البسط بس يا شباب، على احتمال الفنون، احتمال الفنون يعني عباره عن ايه؟ عباره عن العدد الكلي للفنون اللي هو ال 58 على مجموع الايه؟ الطلبه بالكامل يا شباب، عباره عن ال 58 على 115، واطلع النتيجه هتطلع نفس النتيجه يا شباب، 8 على 29. يبقى إذن احتمال أن يكون طالب منتسب إلى نادي الفنون واختير عشوائيا من طلاب الصف الحادي عشر هو 8 على 29. طب يا أستاذ أنت الحين حليت بطريقتين، طب أنا في الامتحان أحل بإيه؟ اختار الطريقة الأسهل، واضح إن الطريقة الأولى هي الطريقة الأسهل يا شباب، صح ولا لا؟ يبقى عدد طلاب
الصف الحادي عشر المشتركين في نادي الفنون على العدد الكلي للطلاب في نادي الفنون. طب يا استاذ لما هي دي الطريقه الاسهل، عطينا الطريقه الثانيه ديت ليه؟ عطيها لك لان انت هنا يا استاذ ممكن ما يجيبلكش جدول زي ده في الامتحان زي ما هتشوف في المثال اللي احنا هنحله حالا يا شباب. يبقى لو عطاني جدول استخدم الطريقه الاولى اسهل لك، طب لو ما عطانيش جدول لا، يبقى انت في الحاله ديت يا استاذ هتستعمل الطريقه الثانيه لان ما عندكش جدول، صح ولا لا؟ طب ايه رايكم نشوف مثال اخر؟ تعال نشوف المثال رقم 2. تدريب ده 23 صفحة 75، ده أنا حطيته يا شباب على الطلبة اللي بتسأل ليه أنت حليت بطريقتين. الطريقة الأولى يا شباب خلاص استخدمها إذا أعطاك جدول في الامتحان وطلب احتمال مشروط، عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط وأبدأ أشتغل، صح ولا لا؟ طب لو ما أعطيتش جدول يبقى أنا لازم يا أستاذ أكون عارف الطريقة الثانية. طب تعالى نقرأ مع بعض كده ونشوف. بيقول يبلغ عدد أعضاء نادي رياضي 1500 عضو، يبقى الإجمالي كله 1500 عضو، 200 منهم طلاب في إحدى المدارس الثانوية، ماشي يا عم، و300 عضو من أعضاء النادي يمارسون السباحة، عدد أعضاء فريق السباحة المدرسي 45، تمام، وجميعهم من أعضاء النادي. أوجد، شوف كده، أوجد احتمال أن يكون عضو في النادي الرياضي، إيش بيه يا شباب؟ تم اختياره عشوائيًا من طلاب المدرسة الثانوية، ماله؟ عضوًا في فريق السباحة المدرسي، أدي الشرط يا أستاذ، يبقى كأن واضح إن هذه المسألة مسألة احتمال مشروط إن الطالب ده يكون عضو في فريق السباحة المدرسي، ويكون منين؟ من طلاب المدرسة الثانوية، بشرط أن يكون من طلاب المدرسة الثانوية، يبقى أنا فهمت من المسألة يا أستاذ أن هذه المسألة مسألة احتمال مشروط. احتمال مشروط ليه؟ لأن لو جريت منها تم اختياره عشوائيا منين؟ من طلاب المدرسة الثانوية، وأن يكون إيه بقى؟ عضوا في فريق السباحة المدرسي، يبقى أكتبها على صورة يا أستاذ أهو، يبقى هنستخدم صيغة الاحتمال المشروط، لأن ما عنديش جدول أقدر أجيب التقاطع وأقدر أجيب عدد عناصر الشرط، صح ولا لا؟ ما أقدرش أجيب عدد عناصر التقاطع، مش واضح جدول عندي عشان أجيب الإيه؟ التقاطع، فإحنا هنعمل إيه؟ أهو، يبقى كأن عايز احتمال أن يكون هذا الطالب او الذين تم اختيارهم، هذه الاعضاء الذين تم اختيارهم من فريق السباحه المدرسي بشرط ان يكون من طلاب المدرسه الثانويه، تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن احتمال طلاب المدرسه الثانويه وفريق السباحه، يعني باخد دول مع بعض واحط اداه الربط بينهم واو، على بي احتمال اللي تحت الشرط يا شباب طلاب المدرسه الثانويه، يعني عباره عن ايه؟ تعال نحل بقى، هجيب ايه؟ ان يكون من فريق السباحه المدرسه ومن طلاب المدرسه الثانويه، كم عدد فريق السباحه المدرسه؟ 45. خلي بالك انا بجيب البسط اللي هو الجزء اللي فوق ده، ده عباره عن ايه؟ عباره عن عدد ده على العدد الكلي، يعني بي اللي هو احتمال ان يكون من طلاب المدرسه الثانويه وفي نفس الوقت من فريق السباحه المدرسي اللي هم ال 45 زي ما قرات في السؤال، على العدد الكلي اللي هو 1500 او 45 1500، قسمه ايه بقى؟ باحتمال طلاب المدرسه الثانويه، كم عضو من طلاب المدرسه؟ اهو من 200 منهم طلاب في احدى المدارس الثانويه، يعني 200 على كام؟ على المجموع الكلي، صح ولا لا؟ اللي هو عدد عناصر الحدث على عدد فضائل العينه، صح ولا لا؟ يعني 200 على 150، يبقى المقام اللي تحت ده عباره عن 200 على 1500 اسف، وبعدين اطلع النتيجه بالاله الحاسبه هتطلع معاك الرقم ده، يبقى فعلا اذن احتمال ان يكون طالب منتسب الى فريق السباحه المدرسي واختير عشوائيا من طلاب المدرسه الثانويه هو لو حطيتها في المية هتضرب ده في 100 هيديني 22.5%. طبعا انا حطيت السؤال ده يا شباب عشان ما اعطانيش جدول وعشان اعرفك انت ازاي تحل هذا السؤال بالطريقه الثانيه اللي انت هتستعمل فيها صيغه الاحتمال المشروط. طب تعالوا مع بعض نشوف، حاول ان تحل. بيقول اوجد احتمال ان يكون عضو اختيره من نادي المسرح من طلاب الصف العاشر، ها بشرط ايه بقى؟ ها ان يكون من طلاب الصف العاشر بشرط ان يكون ايه؟ عضوا في نادي الايه؟ في نادي المسرح. ايه رايكم؟ تعال ناخد القاعده بتاعتنا بقى اللي هي عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. ايه رايكم؟ تعال نحل سريعا كده بقى. عدد عناصر التقاطع اللي هو ايه يا استاذ؟ العاشر مع المسرح. امسك قلمك كده، امشي بالقلم، ادي لو مشيت كده اهو والمسرح هتلاقيه 3، على ايه؟ على العدد عناصر الشرط. فين الشرط؟ المسرح. عدد عناصر المسرح كام؟ انزل كده 17، يبقى هديني 3 على 17. كمان مرة، أوجد احتمال، طبعا واضح السؤال عندك اهوت، العاشر بشرط أن يكون من
من المنتسبين إلى نادي المسرح. يبقى الاحتمال المسروق بيقول إيه؟ بيقول عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. تقاطع مين مع مين؟ العاشر مع المسرح. بمسك قلم كده رصاص، أمشي أدي العاشر وأدي المسرح، اتقاطعوا في التلات، يبقى كأن مكان دي كده بحط تلات. على إيه يا أستاذ؟ على عدد عناصر الشرط. إيش الشرط عندي؟ اللي هو اللي تحت الشرطة، اللي هو عدد عناصر المسرح. لو نزلت كده 17 هيديني 3 على 17 أهو. أو يبقى احتمال أن يكون هذا الطالب من طلاب الصف العاشر ومن المنتسبين إلى نادي المسرح، بيساوي عدد طلاب الصف العاشر في المسرح اللي هم 3 على العدد الكلي لطلاب المسرح 3 على كام؟ 3 على 17. أه طب إيه رأيكم تحللنا بالطريقة التانية؟ نسمع منها بقى. ها هتقولي بقى إيه؟ يبقى احتمال لو استخدمت الصيغة التانية يا شباب، صيغة احتمال المشروط، هتعمل إيه؟ يبقى ب العاشر والمسرح يساوي ب، ها بالعاشر بشرط أن يكون من نادي أو المنتسبين إلى نادي المسرح يساوي ها عدد الطلاب المسرح واللي موجودين في الصف العاشر على، تمام، على احتمال الإيه؟ على احتمال المسرح. تعال شوف كده، أه ب العاشر والمسرح عبارة عن ب المسرح والعاشر على ب المسرح. يلا بينا نحل بقى. ب المسرح والعاشر، فين المسرح والصف العاشر؟ 3 على مين؟ على المجموع الكلي اللي هو 115. يبقى انا باخد جزء التقاطع ده في الحاله الثانيه بقسمه على 115 قسمه اللي هي شرط الكسر ده يا شباب، قسمه ها ب المسرح يعني عدد الطلاب اللي موجودين في المسرح 17 ايضا على 115. تعال نشوف كده، يبقى 3 على 115 قسم ال 17 على 115 وطلع النتيجه، هتطلع ايضا نفس الايه الناتج. يبقى اذا احتمال ان يكون طالب منتسب الى نادي المسرح واختير عشوائيا من طلاب الصف العاشر هو 3 على 17. طبعا زي ما قلت لك انت في الامتحان اذا جالك سؤال على هذه الصوره، طبعا ده جدول واضح بالنسبه لك، حل بالطريقه الاولى. انما لو جاب لك المساله وفهمتها ما فيهاش جدول وفهمت انها مساله احتمال مشروط، في الحاله دي هتصبح مضطر ان انت تحل بالطريقه الايه؟ الثانيه. خلي بالك من السؤال هنا، يبقى الطلاب لما كان من الصف العاشر ومنتسبا الى نادي المسرح لما جبنا احتمالهم طلع 3 على 17. طب لو عكست يا استاذ، لو قلت لك انا عايزه من المسرح من نادي المسرح بشرط ان يكون من طلاب الصف العاشر، يعني لو بدلت ده مكان ده هل الناتج هيختلف؟ ايه رايكم؟ طب تعال نشوف، هو ده السؤال اللي بعده اهو. اوجد، ده الفرع بيه يا شباب من نفس السؤال، احتمال ان يكون طالب في الصف العاشر عضوا في نادي المسرح. شوف اهو، يعني عايز مين بقى؟ المسرح بشرط ان يكون من الصف العاشر، عكس الثانيه. هل، وبعد كده بقول لك هل العاشر ان يكون منتسبا للمسرح هو نفس ان يكون من نادي المسرح بشرط ان يكون من الصف العاشر؟ طب تعال نشوف كده، احنا خليك فاكر الثانيه طلعت معانا كام؟ 3 على 17. تعال نشوف ده، يبقى انت هتجيب التقاطع صح ولا لا؟ احنا قلنا ايه؟ عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. انا بجيب ده يا استاذ، عدد عناصر تقاطع المسرح مع العاشر، ادي المسرح مع العاشر 3، بس المره دي بقى يا استاذ على عدد مين؟ على عدد عناصر الشرط. ايش عدد عناصر الشرط عندنا؟ اللي هو العاشر. طب عدد عناصر العاشر كام؟ 36. كانك انت هتقسم يا استاذ 3 على 36 اهو، ودخل الحاسبه طلع 1 على 12. خلي بالك اللي هناك لما كنا جايبين العاشر بشرط ان يكون منتسبا لنادي المسرح كانت طلع معانا 3 على 17، والحين طلعت معانا كام؟ 1 على 12. يبقى هل ده يساوي ده؟ طبعا لا. طب تعال نحل بالطريقه الثانيه بقى. ها لو حليتها بطريقه الاحتصاء الاحتمال المشروط تبقى عباره عن ايه؟ اسمع منك بقى، هتقول كام؟ ها يبقى 3 على كام؟ على 115 قسمه ها 36 على 115. خلاص انت حفظت بقى، يبقى كأن استاذ اهيت 3 على 115 اهي قسمه 36 على 115 وطلع النتيجه، لازم تطلع نفس النتيجه يا شباب، 1 على 12. واضح ان فعلا احتمال العاشر بشرط المسرح ليس نفس المسرح بشرط العاشر. تمام؟ طب تعالوا مع بعض نشوف تدريب صفحه 74. المثال بيقول ايه؟ بيقول استعمل البيانات الوارده في الجدول ادناه لايجاد احتمال الحدث المعطى، التسجيل في مقررات التكنولوجيا بحسب السنه، برمجه الكمبيوتر كان مسجل فيها من سنه اولى 16 ومن سنه ثانيه 24، تصميم الالعاب كان مسجل فيها من سنه اولى 18 ومن سنه ثانيه 2 وايه؟ 22. القاعده يا شباب الاحتمال المشروط، معلش زي ما قلت لك هتبدل ده مكان ده بس،
عدد عناصر التقاطع على عدد عناصر الشرط. طب تعالى قبل ما نشتغل، جيب مجاميع ده، يعني تجيب مجموع ده كده 16 و24 42، وجيب مجموع ده 40، وجيب مجموع ده سنة تانية أو السنة الثانية 46، والسنة الأولى لما تجيب مجموعها 34. أنا بجهز مسألة. طبعًا عايزين إيه؟ عايزين أول سؤال، عايزين إيه؟ ها، احتمال أن يكون من السنة الثانية بشرط أن يكون إيه؟ ها، مسجل في مقرر برمجة الكمبيوتر. احنا قلنا ايه الاحتمال المشروط؟ عدد عناصر التقاطع. يبقى انا هجيب تقاطع السنة الثانية مع برمجة الكمبيوتر. امسك كده قلمك، برمجة الكمبيوتر مع السنة الثانية 24، قسمة ايه؟ قسمة عدد عناصر الشرط، زي القاعدة البسيطة دي ما بتقول. فين الشرط اللي هو تحت الشرط ده؟ إيه عدد عناصر مين؟ برمجة الكمبيوتر. ادي برمجة الكمبيوتر عدد عناصر 24، يعني كان ده هيطلع 24 على 40. ايوه، ودخل الحاسبة هيطلع معاك 3 على 5 اللي هي 60%. ما فهمت السؤال 14؟ تعال شوف السؤال 15. يلا، هو عكس، عايز ايه بقى؟ احتمال ان يكون مسجلا في مقرر التكنولوجيا في برمجة الكمبيوتر بشرط أن يكون من السنة الثانية. برضو قلنا عدد عناصر التقاطع، الاثنين دول مع بعض، برمجة كمبيوتر مع السنة الثانية يلتقيون في عند 24، صح ولا لا؟ على عدد عناصر الشرط. ايه عدد عناصر الشرط هنا بقى؟ الشرط اللي هو تحت الشرط، عدد عناصر السنة الثانية. فين عدد عناصر السنة الثانية؟ 46، يعني كانها تصبح 24 على 46، ودخل الحاسبة هيطلع 52%. طب تعال نأكد كمان بسؤال آخر، رقم 16. ها، عايزين يبقى يا أستاذ احتمال أن يكون تصميم الألعاب بشرط أن يكون من طلاب السنة الأولى. يبقى عدد عناصر تقاطع تصميم الألعاب مع السنة الأولى، نمشي كده بالقلم، آدي تصميم الألعاب وآدي السنة الأولى، يلتقيون في كام؟ في 18. يبقى 18 على إيه يا أستاذ؟ على عدد عناصر الشرط. عدد عناصر فين الشرط عندنا؟ اللي هو اللي تحت الشرط، يعني عدد عناصر سنة أولى. عدد عناصر سنة أولى كام؟ 34. يبقى فعلا أصبحت الإجابة كام يا أستاذ؟ 18 قسمة 34، ودخل الحاسبة هتطلع معانا 53%. ما فهمتش 14 15 16؟ تعال نشوف 17. أن يكون من السنة الأولى بشرط أن يكون تصميم الألعاب. يبقى التقاطع بتاع سنة أولى مع تصميم الألعاب يبقى فعلا 18، بس على إيه بقى؟ على عدد عناصر الشرط، يعني عاد فين الشرط عندنا؟ اللي هو اللي تحت الشرط يا شباب. يبقى عدد عناصر تصميم الألعاب اللي هو كام؟ 40، يعني تصبح 18 على 40، وطلع النتيجة بالآلة الحاسبة تطلع 45%. وإلى هنا أحبابي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من الدرس الأول من دروس الاحتمال المشروط. وفي نهاية اللقاء ما ننساش طبعا عندنا واجب منزلي اللي هو حل تمرين الكتاب صفحة 74 رقم 20، وتراجع مع نفسك بقى المفهوم اللي هو صفحة 3 وإيه 73. ولا تنسونا من دعواتكم، وفي أمان الله.